بسم الله الرحمن الرحيم. الحفل الكريم، الإخوة المتابعون، ما زلنا نتابع هذه الانطلاقات الجميلة ضمن هذا المهرجان، مهرجان اللبسة بأمانة أم القوين، ومتابعة شيقة لهذه الانطلاقة والشوط الرابع عشر في ترتيب هذه الأشواط الصباحية لسن اللقاية لأبناء القبائل مباشرة عبر دبي رسينج. لكل الإخوة المحبين خلف الشاشات والحاضرين لكم أجمل تحية. نتابع مشاهدينا المركز الأول والصدارة من البداية. نبدأ بمشهورة، مشهورة للسيد سعيد بن محمد بن سلطان الغفلي، هي من تقدمت بهذا الشعار. أيضا المركز الأول، المركز الثاني هناك أيضا مواصل الخزنة، الخزنة لعبد الله بن حمد بن لويع العامري، هي من تتربع ومن تنتقل بهذه الانتقالة الجميلة وصيفة للمركز الأول. المركز الثالث، المركز الثالث هناك رموز للسيد أحمد محمد بن كراز المهيري، أيضا شعار أبو منصور متواجد هنا، أداء جميل. الدور دور المركز الرابع، الرابعة 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 هناك قدوم من شمعة لسالم بن راشد بن خلفان بالعامري، الذي ينطلق في هذه اللحظات مشاهدينا من هذا الانطلاق بالمركز الرابع. المركز الخامس، الخامسة هناك وجود الشاهنية لسلطان بن شطية بن عبيد الاكتبي التي منطلقة في المركز الخامس. أما الدور دور المركز السادس هناك الدخول من قبل سرابة لسالم بن علي بن محمد الزبدان المري الذي ينطلق في سادس المراكز، وهذه ستة مراكز الأولى المتقدمة التي تدور في مرحلة الإذاعة والإذاعة. وهنا أيضا هناك إشعارات قادمة خلف الدائرة الإعلامية، التوقع الكثير والكثير الكثير في اقتحام الكيلومتر الأخير. ما شاء الله وتبارك الرحمن، الأداء جميل للقاية، وأنا شوف الرقصة، شوف الرقصة في الصدارة، شوف اللي انطلقت، تنطلق الخزنة بهذا الاسم الجميل والاسم المميز. وهنا مالك الخزنة مشاهدينا عبد الله بن حمد بن لويع العامري الذي أيضا ينطلق من عمق الميدان، ولكن مشهورة ما زالت هنا بسعيد لمحمد بن سلطان الغفلي، هي المسيطرة مع أيضا المركز الأول والثاني، وتبادل المراكز لا محالة، أيضا قاتم بقوة. لنا عودة لنتابع المركز الثالث مع مخرجنا الجميل مشاهدي الأعزاء الذي يتابع مشاهدي الأعزاء مع دبي ريسينج مشاهدينا من خلال هذا أبو عدنان، له التحية، دايركتر مع دبي ريسينج أو المخرج بالعربي. مشاهدينا في كل مكان، هنا وصول مع هناك رمز أو زمردة، زمردة أو مشاهدي الأعزاء التي واصلة في هذه اللحظات. ما شاء الله يا زمردة، ما شاء الله، ولكن خلينا رموز كان أحلى، ما شاء الله. وشوف التغيير اللي ترى وجرى على المركز الثالث، الشاهنية لسلطان بن شطية بن عبيد الاكتبي بدأت تتجاوز من الجانب الدوني، بدأت تقتمع، ما شاء الله. وهناك أيضا زمردة الله، هذا اسم شعرة، بومنصور أيضا من الشعرة، يا سلام، أحمد محمد بن كراز المهيري، ولكن من الجانب الآخر أيضا من عمق الميتان التقدم لا محالة. من الجانب الآخر أرى الشعار اللي قادم وبدأ يتسلل، ما شاء الله وتبارك الرحمن. هناك الشاهنية لخالد بن سالم بن ضحي الكعبي، بدأت تتقدم، بدأت تنطلق، بدأت تنضم إلى الخمسة مراكز، فئة الفايف ستار، الخمسة نجوم، الله يا سلام. هنا وصلت الخوارة لسالم بن خلفان بن حمد، الله الحافري، بدأت بانقضاض الحافري، الله يا سلام. ولكن نعود للصدارة، لنا عودة إلى هذا الأداء الجميل، لنا عودة إلى المقدمة. ما زال الغفلي حتى هذه اللحظات مسيطر من البداية، مع التسيطر مع مشهورة والسلالة الجميلة، يا سلام، هذه لسعيد محمد بن سلطان الغفلي، بدأت تسيطر من البداية وتعيد مرة أخرى إلى قمة الشوط، إلى الصدارة، الله الله، يا سلام. المركز الثاني اللي بدأ الوصول، بدأ وصول من قبل هنا الشاهنية التي وصلت
هذه اللحظات لخميس لسلطان بن شطيط بن عبيد الكعبي الكتبي. نعم بدأت تتقدم ولكن وصل شعار بن لويع مرة أخرى العامري هنا مع الخزنة، والخزنة بدأت تعيد لعبد الله بن حمد بن لويع العامري. وصل الشباب، وصلت الأخرى، وصلت الأخرى مشاهدي الأعزاء شمعة لسالم بن راشد بن خلفان بن عامري. يا سلام، وصلت بجوارها تماما هناك سرابة لسالم بن علي بن محمد الزبدان النعامي. الكل واصل، انطلق البكار، حركوهن يا شباب، نقطة ثمينة. الهلا، شوفوا اللي قادمة، شوفوا من ظبيان لجاسم بن سالم بن حمد الوهيبي، اقتحمت من عمق الميدان لتاخذ موقع للانطلاق، لتاخذ موقع للأداء الجميل. ما شيء باقي، ولكن الغفلي، الله الله يا الغفلي اللي مسيطر، حمد بن راشد بالشاوي الغفلي. الهلا، ولكن شوف الصدارة، شوف التغيير اللي طرى وجرى. سرابة بدأت تبدل، سرابة لسالم بن محمد الزبدان المري، ولكن الوصول من الوهيبي اللي قادم من الجانب الآخر بن ظبيان لجاسم بن سالم بن حمد الوهيبي. السلام وين؟ بدأت تغادر، بدأت تنطلق. الله يا للسلطنة، أهل الشرقية، الله الله يا السلام. ولكن هنا ما زال الغفلي عند أيضا دور آخر، وانطلق من الجانب الآخر، انطلقت سرابة لسالم بن علي من محمد الزبداني. ولكن شوفوا اللي واصله اول مره ناديبه، الدرعيه وصلت لناصر بن علي بن طناف الدرعي اللي قادمه من الرقعات. الله، ولكن الوهيبي والصداره مع المركز الاول بن ظبيان يا ابو سالم، جاسم بن سالم بن حمد الوهيبي. 400 متر تقدم اداء جميل وراقي، وبدات باندفاع، حبات الرمال تتراقص من تحت أقدامها. بن ظبيان سلالة جميلة، سلالة ترافية، سلالة ظبيان اللي صايل وجايل. الله يا سلام، ها هي بن ظبيان لجاسم بن سالم بن حمد الوهيبي. سلام للسلطنة، سلام، والسلام الشرقية، سلام. هذا هو أيضا مشاهدي الأعزاء شعار السلطنة يتقدم بقوة من خلال بن ظبيان. تهانينا لجاسم بن سالم بن حمد الوهيبي بدون منافس على الإطلاق، وقام التباعد في النهاية. المركز الثاني وصلت أيضا مشاهدي الأعزاء هنا مشهورة لسعيد بن محمد بن سلطان الغفلي. والمركز الثالث للخزنة لعبد الله بن حمد بن لويع العامري. والمركز الرابع، اللي وصلت الآية الدرعية لناصر بن علي بن طناف الدرعي. والمركز الخامس، كانت سرابة لسالم بن علي بن محمد الزبدان المري، وهي مشاهدي الأعزاء النتيجة للمراكز الخمسة الأولى التي وصلت في الفوتو فينش في خط النهاية ليحتضن هذه أيضا البكار الجميلات. عودة إلى الكنترول وإلى المخرج والإخوة من الجرافيست ومن التايمر ومن الفيديو، لهم التحية كلهم مشاهدينا من دبي ريسينج في عربة النقل الخارجي. والتوقيت الزمني لراعية المركز الأول التي قدمت لنا أداء بن ظبيان، تهانينا لجاسم بن سالم بن حمد الوهيبي. 7:44.3 تهانينا بهذا الفوز لجاسم بن سالم بن حمد الوهيبي. اما اللي وصل صوت المركز الثاني ايضا كانت موجوده من البدايه في المعمعة، مشهوره لسعيد بن محمد بن سلطان الغفلي، وقطعت المسافه في زمن وقدره 7:50. اجزوا يتيما من ازاء الثواني مشاهدينا لسعيد بن محمد بن سلطان الغفلي له التحيه. والمركز الثالث كان أداء أيضا جميل مع الخزنة لعبد الله بن حمد بن لويع العامري، أيضا قدم شوط جميل من خلال هذه الأشواط. وتوقيت زمن وقدر 7:51.59 و9 أجزاء من الثانية. والناموس لكل الفائزين.